طبعا. اظن ان حضرتك ايضا اسست شركه تالي كوميكس. تيلكوماكس. تيلكوماكس. هي انا هقول لحضرتك حاجه برضه، هو البرنامج ده كان على المستوى الشخصي قريب مني، لان انا يمكن 10 سنين من حياتي كنت في القطاع الخاص، فجات لي فكره في دماغي وحلمت بيها، وقعدت افكر وازاي تتعمل، وعملتها على ورق وعرضتها على ناس، والفكره اتحولت من فكره لورق. ايه الفكره اساسا؟ ان انا نعمل شركه خدمات اتصالات، وطلعت بيها وعملت شركات جوه مصر وطلعت بيها بره مصر. فاحساس المتسابق هو قاعد وانا بتفرج عليه في الموسم الاولاني، وهنا انا لازم احيي حضرتك وفريق الاعداد على فكره البرنامج حقيقي. انا حسيت بالشاب اللي قدامي ده، وحسيت قد ايه هو هتفرق معاه ان حد ياخد بايديه يوصله للخطوه اللي جايه، بتفرق جدا حقيقي يعني. وبتدي طاقه امل يعني. انا رايي ان اي حد هيجي، مجرد ان هو يجي ويقف ويقدر يعرض فكرته هو نجح.